أقامت منظمة وكليل للفنون المهرجان الأول للتراث والفن بهدف تشجيع الموهوبين والمبدعين في إبراز قدراتهم وإبداعاتهم في مجال التراث اليمني والفنون المختلفة. جميعهم يتحدثون عن تراثهم، إلا اليمني تراثه هو من يعبر عنه ويمثل حضارته. عدد من الموهوبين والمبدعين من مراكز وجمعيات ودور أيتام ومعاهد مختلفة جمعتهم فعالية فنية أقامتها منظمة إكليل للفنون لإبراز إبداعاتهم وقدراتهم في مجال التراث والفنون كالمسرح والإنشاد لدعمهم نفسيا وتعزيز دور الفن في المجتمع للتخفيف من ما يمر به من أوضاع إنسانية صعبة. الهدف من هذا المهرجان انه احياء للفن والتراث، كمان عرض المواهب الفنيه من مختلف فئات المجتمع، شاركوا من ذوي الاحتياجات الخاصه، من جهات من جهات مختلفه، مؤسسات، معاهد، منظمات، اضافه الى ذلك المعاهد التقنيه والصناعيه. احنا في مؤسسه اليتيم اليوم نشارك في هذا المعرض، معرض الفنون والتراث، وهذا من اهم المعارض وهذه المهرجانات. في ظل هذه الظروف التي نعيشها بنتبادل فيها الخبرات، بنتبادل ايضا فيها واشياء تراثيه، اشياء جماليه، فنونيه، ابداعيه. الفعاليه تخللها معرض فني لعدد من الحرف والاشغال اليدويه، وكذا الازياء والرسم والفنون التشكيليه اظهرت القدرات الشبابيه والمواهب الابداعيه المعبره عن تراث اليمن وحضارته العريقه. في هذا المعرض شاركنا في بعض وسائل التعليميه المكفوفين، وكذلك بعض الوسائل المستخدمة للمكفوفين ووسائل مستحدثة من قبل المعلمين في المركز، وأيضا هناك بعض الوسائل الرياضية التي يستخدمها المكفوفين مثل الشطرنج ولعبة الكرة التي لعبة كرة الهدف التي يلعبها المكفوفين، ووسائل تعليمية مثل وسائل القراءة، وسائل الكتابة. شاركنا في هذا المعرض بأشياء بسيطة متواضعة من تحف وهدايا وإعادة تدوير، ولنثبت للعالم أننا نستطيع أن نثبت وجودنا في ظل هذا الحصار، وأننا قادرون أن نثبت وجودنا مهما كانت الصعاب. منظمة إكليل للفنون دعت الجهات المسؤولة إلى تشجيع ودعم الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات باعتبارهم حاضر البلد ومستقبله، وكذا الاهتمام بالتراث اليمني وفنونه المختلفة كونه يمثل حضارة شعب وأصالة وطن. لطيف الفقيه، اليمن اليوم. استمرارا.